بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بالدنتال ليجامنت، هنقول ده ديكالسيفايد سيكشن، ده رسم بالإيد. لو كان في حضوري ماشي كنت هطلب منكم الرسومات دي تشرحوها وترسموها زي ما هي مرسومة كده، كنت ترسموها في سكتش عملي. لو كنا بنشتغل حضوري، لما الشغل أونلاين أنتوا اترحمتوا من حاجات كتير. طيب اسال سؤال، الفرق بين الايه بيردونتال ليجامنت فايبرز او البرنسبال فايبرز اوف بيردونتال ليجامنت والجنجيفال ليجامنت، ايه الفرق بين الاثنين؟ قول يا رقيه بعد ما بلش، ايه الفرق بين البرنسبال فايبرز اوف بيردونتال ليجامنت والجنجيفال ليجامنت، ايه الفرق؟ انا بقول رقيه يا زينب، رقية حسين هنيدي او هندي يا اخت رقية، سمعاني ولا مش سمعاني؟ اختفت. ايه الفرق بين الجنجيفال ليجامنت والبيريدونتال ليجامنت؟ الفرق ايه؟ والجنجيفال فايبرز او الجنجيفال ليجامنت دي عباره عن ايه بقى؟ ما قصود دي مشكلتي، تشوفوا حل المشكله دي عندي. انتوا الباقي زمايلك سامعيننا اهو، سامعيني ولا مش سامعيني؟ في اتنين بيقولوا مش سامعين، الباقي الصوت واضح. طالما حد بيتجاوب كده يبقى في صوت. طيب في اتنين بيقولوا ما قصود، ايه الفرق بين البي دي ال البيريدونتال ليجامنت والجنجيفال ليجامنت؟ الاثنين ايه دي فرق، في فرق بين دي وبين دي، ايه هو؟ طيب الجنجيفال، يبقى البيريدونتال ليجامنت جايه ايه؟ استنى بس لما اشوف مين اللي بيقول ما فيها كولاجين فايبر. القرار ده بيهرج ولا ايه؟ Decalcified section stained with hematoxylin and eosin showing periodontal ligament. أول حاجة مكتوب نمرة واحد الجنجيفال فايبرز. الجنجيفال ايه؟ فايبرز. اتنين ترانسبتال فايبرز. ترانسبتال فايبرز دي واصله من فين لفين؟ ترانسبتال فايبرز رقم اتنين، ترانسبتال فايبرز هي الانتردنتال، يعني ما واصله من ايه لايه؟ ترانسبتال فايبرز او الانتردنتال ما بين التوس سمنتم، من سمنتم لايه؟ لسمنتم التوس الثاني. ماشي،
الالفيولار كريست جروب ماشيه من السيرفايكال سيمنتم للكريست اوف الفيولار بون. يبقى الالفيولار كريست فايبرز او الالفيولار كريست جروب ماشيه من ايه؟ من السيرفايكال سيمنتم للكريست اوف الفيولار بون. بعد كده تحت منها الهوريزونتال او الهوريزونتال فايبر، تمام. المين بالك اللي هي ايه؟ الاوبليك فايبرز. مش مكتوب هنا ولا ايه؟ المين بالك اوف ذا ليجامنت الاوبليك فايبرز، واللي تحت دي الهيكل فايبرز، تمام. انا اقول دي ترانسبتال فايبرز، ده جنجبال ليجامنت اي نوع، دي الالفيولار كريست جروب، ودي الهوريزونتال جروب، ودي الاوبليك جروب، ودي الابيكال جروب. هنا نمسك الايه؟ الفايبرز دي arising من اللامينا بروبريا اوف ذا جنجفا للسيرفايكال سيمنتم اسمها ايه؟ دنتو جنجفال فايبرز. المجموعه الفايبرز دي اسمها دنتو جنجفال فايبرز. من اللامينا بروبريا اوف ذا جنجفا للكريستو اوف الفيولار بون اسمها الفيولو جنجفال فايبرز. اللي ماشيه بالعرض دي اسمها سيركيولار جروب. اللي جايه من السمنتم كروسنج الالفيولار بون وبتنتهي عند البريوستيوم اوف ذا بون اسمها دنتو بريوستيوم. يبقى كده 1 2 3 4، لسه واحده اللي هي ايه؟ الترانسبتال او الانتردنتال فايبرز. طب دي الفايبرز اللي جايه من السمنتم للايه؟ دي هوريزونتال فايبرز، دي هوريزونتال فايبرز. انما اللي جايه من السمنتم عند الكريستو اوف الفيولار بون اسمها الفيولو جنجيفال، اسمها ايه؟ الفيولار كريستو جروب. الجروب الثانيه دي اسمها ايه؟ هوريزونتال جروب، اللي مايله اوبليك جروب. Decalcified section stained with hematoxylin and eosin shown. Periodontal ligament fibers. ماشي. والالفيولار كريست بون. هنكبر الليجامنت. طبعا مش عارف الامتحان اكبر. انما او يعني دي السلايد دي مش عارف ما تنفعش انها في الامتحان. انما ده هنا ده اللون الغامق ده السمنتم. وحسب نوع السمنتم. يبقى انا لما اشاور على السمنتم من غير ما اشوفه ده اي نوع من السمنتم ده ايه؟ السيلولار سمنتم. انما اللي عند الايبكس اسمه ايه؟ سيلولار سمنتم، وده الايه؟ الالفيولار بون. واللي بين البون والسمنتم اللي هي البيريودونتال ليجامنت او البيريودونتال فايبرز. دي بون ابنر، دي برضو مش مشكله مش معانا. انما دي هي حاجات ايه؟ معانا في الامتحان الثلاث حاجات. يبقى ده الالفيولار بون. النوع البوني الغامق ده اسمه ايه؟ البوني الغامق ده الفايبرز داخله في الالفيولار بون، داخله في اي الفيولار بون؟ نوع البون اللي الفايبرز داخله فيه اسمه ايه؟ نوع البون اسمه باندل بون. برافو يا منتظر. اسمه ايه؟ باندل بون. يبقى البون الغامق ده اللي هو الباندل بون، والخط الغامق اللي في السنه ده السمنتم، وبقيه البلك بتاع السنه ده ايه؟ الدنتين. والانكريمنتال لاين اللي موجود في الدنتين اسمه ايه؟ بون ابنر. انكريمنتال لاين او بون ابنر. وده البلب ايه؟ البلب تيشو او البلب سبيس.
ده الجنجبال ايه؟ الجنجبال ليجامنت. بس بدل ما نقول حوا ماشي من اي نوع من الجروب دي؟ الالفيولار كريست جروب فايبرز. الالفيولار كريست جروب دي الالفيولار بروسس. الاسهم ده بيشاور على ايه؟ الاسهم السهم اللي فوق ده بيشاور على ايه؟ السهم اللي فوق اللي انا حاطط عليه، اللي انا حاطط على البوينتر الاحمر اول واحد ده بيشاور على ايه؟ السهم ده اللي فوق ده يا زينب بيشاور على انكريمنتال لاين اهي. يبقى لو كان البوينتر جاي هنا يبقى بيشاور على انكريمنتال لاين، ده بيشاور على الانامل سبيس لان ده دي كالسيفايد والانامل مش موجود. السكشن ده دي كالسيفايد فالانامل سبيس مش موجود، كل السبيس ده مش موجود الانامل. تمام. طيب ده بيصور بيشاور على ايه؟ سيليولر سيمنتم او السيرفايكال سيمنتم. نوعه ايه اللي موجود هنا؟ سيليولر سيمنتم. وده البيرودونتال سوري اللامنا بروباريا او اسمه ايه؟ بند البون. دي الانترستيشال تيشو. بس انا لو هجيبها كده على الايه؟ على الاوبليك فايبرز. نوع الفايبرز ايه؟ اوبليك فايبرز. يعني ممكن احط لكم سلايد على ديزك على الشاشه على السكرين واشاور على اي حاجه. ده ايه؟ ده الدنتين او الدنتين ماتريكس. وهنا السمنتم، اسم السمنتم او نوع ايه؟ اسيلولر سمنتم. ودي الاوبليك فايبر وده البند البون. ده ايه؟ البند البون. دي الاوبليك فايبرز. دي ايه؟ انتر راديكولار فايبر. الانتر راديكولار بون بيتكون من ايه؟ الانتر راديكولار بون بيتكون من ايه؟ الخطوط اللي في البون دي اسمها ايه؟ أنا سألت ثلاث أسئلة، الانتر راديكولار بون والخطوط والإيه؟ الانتر راديكولار بون بيتكون من إيه؟ سأل سؤالين. انتر راديكولار بيتكون من إيه الانتر راديكولار بون؟ فينك يا زينب انت منتظر فين؟ انتر راديكولار بون كومبوزد اوف تو تايبس اوف بون، سبونج بون كفرد باي باندل بون. الخطوط دي اسمها ريستنج لاين. الخطوط دي اسمها ايه؟ ريستنج لاينز.
دي الهوريزونتال ايه فايبرز، وده الدنتين، وده الايه الخط الغامق ده السمنتم، ودي الهوريزونتال ايه هوريزونتال فايبرز. دي الابيكال فايبرز، ده عند الايه السوكت، الفندس اوف سوكت. ودي الالفيولار بروسيس، ده كل اللي ايه اللي موجود. السمنتم ده سيكشن في الايه في السمنتم بالطول او في السنه كلها. دي الجنكشنز الثري، السمنتو انامل جنكشن، ثلاثة جنكشن ايدج تو ايدج 30%، سمنتم اوفرلاب 65 ل 65%. الدينودد اريا اوف دنتين، يعني ايه الدنتين مش متغطي بسمنتم، من 5 ل 10%. هنا اللي عند الابيكس اسمه ايه سيلولار سيمنتوم، والخلية اللي جواه اسمها سيمنتو سايت، وده اسمه سيلولار سيمنتوم اللي مغطي في الايه السيرفايكال تو سيرفيس. ده الايه الانامل اوفرلاب، السيمنتوم اوفرلاب الانامل. لو السمنتم لحد هنا أو يعني الحته دي بس كده يبقى ايدج تو ايدج، لان السمنتم مغطي الانامل. نوع السمنتم اللي مغطي الانامل ايه؟ نوع السمنتم اللي فوق الانامل لما السمنتم بيغطي الانامل موجود من فوق اسمه ايه؟ ايه فايبريلر سمنت. تمام، والخطوط دي اسمها ايه اللي انا بشاور عليها اللي في الدنتين؟ دنتينال تيوبيولز، دنتينال تيوبيولز، برافو. طب الخطوط اللي في الانامل يا عم منتظر، في خطوط في الانامل بالايه؟ كبرنا الانامل، في خطوط، الخطوط دي اسمها ايه اللي انا بشاور عليه؟ البراون استرايا اوف ريتزياس، براون استرايا اوف ريتزياس. طيب الانامل من عند السمنتو انامل، من عند الدنتينو انامل جنكشن، ومن عند الاوتر سيرفيس، بيكون هو واخد البروبر ستراكشر بتاع الانامل، يعني بيتكون من انامل بريزم، ولا اسمه ايه؟ هو اسمه ابريزماتيك انامل، اسمه ابريزماتيك انامل. فوق السطح بتاع الانامل الطبقه اللي فوق اسمها ايه؟ الطبقة اللي فوق الانامل رود اند، ماشي، بس بقول طبقة 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 كاملة يا منتظر، طبقة كاملة اسمها ايه؟ ستراكشر ليس لير، اسمها ستراكشر ليس لير. يعني الانامل دوت التركيب بتاعه بيتكون من انامل رودز اللي لها هيد وتيل، انما عند عند الايه عند الجنكشن مع الدنتين وعند الاوتر سيرفيس ما بيبقاش فيه البروبر ستراكشر بتاع الايه الانامل بريزم، فاسمه ابريزماتيك انامل. فوق السطح اسمه ستراكشر ليس لير. تمام، يعني ايه ستراكشر ليس؟ يعني النورمال ستراكشر اوف انامل. طيب
النقط دي اسمها ايه؟ النقط دي اسمها ايه؟ granular layer of tomb او tombs granules. برافو برافو. يبقى دي اسمها tombs granules وده السمنتم، والجنكشن بين السمنتم والدنتين اسمه ايه؟ سمنتو دنتينال جنكشن، وده السمنتو انامل جنكشن والسمنتم اوفرلاب الايه؟ الانامل. تمام. الخطوط اللي داخله جوه الانامل دي اسمها شاربيس فايبرز. اسمها ايه؟ شاربيس فايبرز. والنقط جرانولار لير اوف توم دنتينر تيوبولز، واللاينز اللي موجوده في السمنتم اسمها انكريمنتال لاينز اوف سولتر. اسمها انكريمنتال لاينز اوف ايه؟ اوف سولتر. هايبو ولا هايبر كالسيفايد؟ هايبو ولا هايبر كالسيفايد؟ هايبر الوحيدة اللي ايه؟ الهايبر كالسيفايد، ودي اسمها شاربيس فايبر. ونوع السمنتم اللي حوالين الشاربيس فايبر اسمه ايه؟ اكسترنسك فايبر سمنتم. ولو زودنا الزون شوية، المنطقة كبرناها شوية، يبقى فيها ميكسد فايبر سمنتم. طيب ده سمنتو سايت سبيس، او دي لاكيونا اوف سمنتو سايت. طيب نوع السمنتم ده اسمه ايه؟ سيليولار سمنتم. نوع السمنتم ده اسمه ايه؟ سيليولار سمنتم. والخليه اللي جوه السمنتم اسمها ايه؟ سمنتو سايت. طيب السمنتو بلاست موجوده فين؟ على الاوتر سيرفيس اوف سمنتم. ده الانامل سوري السمنتم والانامل بيتقابلوا في ايدج تو ايدج. ايدج تو ايدج هنكبرها، يبقى ده ايه؟ ده الايدج تو ايدج. انما السلايد اللي جت من شويه السمنتم فوق الانامل. تمام. انما ده ايدج تو ايدج. ودي الدينودد اريا، ادي السمنتم هنا والدنتين مش متغطي باي نوع من السمنتم، وده الانامل. طب السيكنس اوف سمنتم من كام لكام؟ السمنتم السيكنس بتاعه من كام لكام؟ من 20 لـ30. صغير أوي. من 30 لـ50 أوكي. من 30 لـ50 أوكي. يعني ما أقولش ده 30 لـ50% هنا، لـ50 مايكرون. ده في الأسيلر سمنتم. طب الأسيلر سمنتم السيكنس بتاعه كام؟ من 150 لـ200 مايكرون. مايكرون أهم حاجة. الإيه؟ 150 لـ200 إيه؟ لازم يتقال في الاخر كام التمييز بتاعها اللي انتوا كاتبينه ده صح، بس ايه ناقص؟ ناقص من 150 ل 200 ايه؟ ملي ولا سنتي ولا متر ولا كيلو ولا ايه؟ لازم اقول التمييز بتاعها بالمايكرون. مايكرون. طيب دي السلايد دي لونجيتيودنال سيكشن. مايكروميتر. اوكي. ده الدنتين، ده البلب سبيس،
الدنتين الدنتينال كيوبيولز اللي فوق ده الانامل اللي هو اللون الاخضر واللي تحت ده السمنتم اول تلتين سيلولار سمنتم واخر تلتين سيلولار سمنتم. هنا ده البوينتر ده بيشاور على ايه؟ على التومز جرانيولز، والسهم اللي تحت بيشاور على الايه؟ على السمنتم اللي هو ايه؟ السيلولار سمنتم. ودي الدنتينال تيوبيولز، يبقى انا اقول دي الدنتينال تيوبيولز وده الاسيلولار سمنتم، وهنا مين؟ الايه؟ الاسيلولار سمنتم، ودي التومز جرانيولار لير. ده سيلولار سيمنتوم، وقلنا البروسيس كلها متجهه ناحيه البيريودونتال ليجامنت. ليه؟ علشان تاخد النيوتريشن من البيريودونتال ليجامنت، لان هو اقرب ليها من البلب. يبقى دي سيمنتوسايت، نقول سيمنتوسايت اوكي، سيمنتوسايت سبيس اوكي. او لاكينا اوف سيمنتوسايت، والجنكشن اللي هنا بين السمنتم والدنتين ده بيكون شو واضح، اسمه سمنتر تاينال جنكشن. والنقط اللي تحت دي اسمها ايه؟ تومز جرانيولز، ودي الدنتينال تيوبولز، ودي الدنتينال ايه؟ تيوبولز. دي لاكيونا اوف سمنتوسايت، لاكيونا اوف سمنتوسايت، او اقول سيمنتوسايت سبيس، او اقول سيمنتوسايت، بس الخلية مش موجودة، لان ده مكانها اللي هي ايه؟ لانها اتحرقت during preparation، اتحرقت ماشي. يعني انا جبت السمنة وسبتها شوية او حطيتها فورمالين، وبعد كده اتعمل لها grinding، اتبردت او اتقطعت بايه؟ بميكروتوم، special microtome. فده بيولد درجة حرارة لما تبرد حجر او كده، تمام. فاي حاجه عضويه بتتحرق. بقول ايه؟ لاكيونا اوف سيمنتوسايت او سيمنتوسايت سبيس. ده نفس الكلام، لاكيونا اوف سيمنتو ايه؟ اوف سيمنتوسايت. انكريمنتال لاينز اوف ايه؟ اوف سولتر. خطوط اللي بتطول في السمنتم اسمها incremental lines of ايه؟ of sulter. ما اعتقدش ان في حاجة تاني. ناخد الايه؟ خدنا يبقى لسه البون بس. يعني لسه في شرايح، نشوف اللي قبلها ايه. دي اللي قبلها كانت الهايبر سنتوريس، اللي قبلها كانت الايه؟ الهايبر سنتوريس. شوف البيانات اللي جامعة تتحمل ولا لا. ودي الالفيلر بروسيس. نجيب السلايد بتاعت البون. ده الايه؟ ده طبعا ده رسم بالايد، ده سكشن اوف بون. لو قلنا من بره ده البريوستيوم، تمام. الاوتر لير اسمها ايه؟ الاوتر فايبرس لير، والانر لير اللي هي الايه؟ الانر اوستيوجينيك لير، اللي هي اللي باللون الازرق، تمام.
نمرة ثلاثة دي الانترستيشيال لاميلا، وده البون ايه الهافيرجيان ايه الهافيرجيان سيستم، وبينهم انترستيشيال لاميلا. الكانال اللي بالعرض اسمها بوكمانز كانال، والكانال اللي في السنتر اسمها ايه هافيرجيان كانال. وده اللي كانسيلا سبون او السبونج بون، اللي هو بيكون بيتكون من بون ترابيكولي وبون سبيكيولز، بون ترابيكولي وبون سبيكيولز. ده البري اوستيوم، ده الكومباكت بون، وده السبونج البونجي بون. واحد اوتر فايبرس لير اللي هي نمرة واحد، انر اوستيوجينيك لير، ثلاثة الاوتر سيركمفرنشال لاميلي، أربعة ده الهافيرجيان كانال سيستم، خمسة ده البون مارو اللي هو ايه البيتوين او هو ده الاوكيباي السبيس بتاع الايه السبونج بون. ونمرة ستة دي البون ترابيكولي، ودي الانر سيركمفرنشال لاميلي. يبقى انا هنا السبونج بون بيتكون حاجة اسمها بون سبيكيولز وبون ترابيكولي. البون ترابيكولي بيحصل انستموزنج مع بعضها وتكون شكل الاسبونج، تكون شكل ايه الاسبونج اسمه اسبونج بون، تمام. وبيكون في الايه البون مارو، يا اما وليد بون مارو يا اما ايه فات بون مارو. الالفيولار بروسيس نكبرها، البون اللي حوالين الروت اسمه ايه الفيولار بون بروبر، يتكون من نوعين من البون. اللون التقيل ده اسمه باندل بون، باندل بون بتوع الاكس راي بيسموه لامينا ديورا، بيكون راديو اوبيك، تمام. بتوع الاناتومي بيسموه كريبريفورم بليت لانه في بيرفوريشن لانه مخرم. تحت الباندل بون الدوائر دي اللي هي ايه كومباكت بون، تحت الباندل بون كومباكت بون. يبقى الباندل بون بيتكون من ايه سوري الالفيولار بون بروبر بيتكون من نوعين من البون، تمام. الاول نوع اللي هو الباندل بون وتحتيه كومباكت بون. طب اللي بره دوت اسمه ايه سبورتنج الفيولار بون، اسمه ايه سبورتنج الفيولار بون. بيتكون من ايه السبورتنج الفيولار بون؟ بيتكون من ايه باكرورينجوال كورتكس او كورتيكال بليت او كومباكت بون، وتحت منه الايه السبونج بون. بقول السبونج بون كفرد بالايه بالكومباكت بون من الجنبين، كفرد بالكومباكت بون من ايه من الجنبين، من بره الكومباكت بون او اسمه الكورتكس بكر او لينجوال كورتيكال بليت، واللاميلار بون اللي جاي من الايه من الالفيولار بون بروبر. بنقول ده الالفيولار بون بروبر، ماشي. واللي بره سبورتنج الالفيولار بون. طب الالفيولار بون لو قلنا خط ماشي او قلنا من عند الكريست اوف الالفيولار بون لغايه الفندس، ده اسمه ايه الالفيولار بون. اللي تحتيه اسمه بيزال بون، اللي تحتيه اسمه ايه بيزال بون. بنقول كومباكت سبونجي كومباكت ايه باندل بون. يبقى في نوع بس من البون مش موجود هنا اللي هو ايه، احنا قلنا كومباكت وسبونجي الاثنين تحت الايه اللاميلار بون. النون لاميلار بون بيتكون من ايه النون لاميلار بون؟ ووفن بون، ايوه. طب الاقيه امتى بقى يا عم منتظر في السنان؟ امتى الاقيه؟ امتى الاقي الوفن بون؟ يعني الوفن بون مش موجود دلوقتي بحاله الكسر او ايه تاني؟ لو انا خلعت السنه اول بون هيتكون اللي هو الايه الوفن ايه الوفن بون، اول بون هيتكون، ماشي. لو انا خلعت سنة اللي هو الايه الووفن بون. طيب
هنا الصورة دي كده أنا شايف نوع البون إيه؟ إيه نوع البون اللي موجود هنا؟ كومباكت، اللي بره ده الممبرين ده مش مشكلة. طيب الدايرة دي اللي أنا حاطط عليها البوينتر دي إيه؟ هافيرجيان كانال. هافيرجيان ايه؟ كانال، تمام. وحواليها لاميلي، توصل لعشرين لاميلي، ماشي. كونسنتريك لير اسمها ايه ده هنا؟ دي اسمها ده على بعضها هافيرجيان سيستم، او اسمها كلمة واحدة اسمها اوستيون. يبقى الاوستيون او الهافيرجيان كانال سيستم دي اليونت ستراكشر اوف بون. اليونت ستراكشر اوف ايه؟ اوف كومباكت ايه؟ اوف كومباكت بون. طب الخليه اللي موجوده جوه هنا اسمها ايه؟ الخليه اللي موجوده جوه البون اسمها ايه؟ اوستيو سايت. اوستيو ايه؟ اوستيو سايت. برضو النوع ده من البون اسمه ايه؟ نوع البون ده اسمه ايه؟ كومباكت بون. اسمه ايه؟ كومباكت بون. دي الافيرجن كانال، واللي طويله دي ماشيه، دي كانال، ودي كانال، وبينهم بالعرض كانال اسمها فوكمانز مين، فوكمانز كانال. فايدتها ايه الفوكمانز كانال؟ فايدتها ايه؟ كونكت تو نيبرنج مين، هافيرجيان ايه؟ هافيرجيان كانال. ده ايه؟ كانسيلاس بون. كانسيلاس بون كون من ايه؟ اناستموزنج بون جرافيكولي ومون سبيكيولز. الرفيعه دي اسمها سبيكيولز، الرفيعه سبيكيولز، والكبيره دي اسمها بون ترابيكولي، والبدل الفراغ دوت اللي فيه ايه؟ البون مارو. طب الخليه اللي هتبقى موجوده على الاوتر سيرفيس يا اما اوستيوبلاست يا اما اوستيوكلاست لو في ريزوربشن. هو البون الخليه اوستيوسايت. ده الالفيولار ايه؟ الالفيولار بون. وهنا ده الكومباكت بون، واللي تحت ده بنسميه البيزل بون. انما دي الايه؟ الكومباكت بون او الكورتكس او اسمها الكورتيكال بليت، وده البادي اوف ماندول، تمام. ودي الرسم بتاعها او ايه؟ دي كالسيفايد سكشن. هنا في الاثنين كومباكت بون فوق وتحت منه ايه؟ كانسيلاس بون. يبقى انا عندي هنا فوق كومباكت بون وتحت منه ايه؟ كانسيلاس بون. يعني انا لو جبنا الايه البوينتر على واحد من الاثنين نكبر تاني، يبقى ده ايه؟ كانسيلا سبون. لو انا جبت على الايه؟ على التاني ده اللي هي مين؟ كده الكومباكت ايه؟ الكومباكت بون. مش عايزة تيجي الا الاتنين مع بعض. يبقى هنا السلايد فيها الاتنين، اللي فوق ده الكومباكت بون، واللي تحت ايه؟ السبونج بون او الكنسلا سبون. هنا ده الايه؟ ده الالفيلار بون. ادي ده الماندبل، ده الماندبل طبعا بتاع انيمال، بتاع يا اما فران او اي حاجه، وده مولر وده مولر، واللي بينهم ده الايه؟ ده الالفيولار بون او البون اللي تحت الروت ده، كل ده ده الالفيولار ايه؟ الالفيولار بون. هنا ده البريدونتال ليجامنت والسمنتم والدنتين، واول بون هنا مين؟ الباندل بون، وتحت منه كومباكت بون.
تحت منه ايه كومباكت بون. يبقى الالفر بون بروبر بيتكون من ايه باند البون ودي كومباكت بون. السبونج بون تبع السبورتنج او اللي سبورتنج سبونج يوزر ده المكون الثاني من ايه السبورتنج الفلر بون. السبورتنج الفلر بون بيتكون من ايه كومباكت وسبونج، انما البروبر باند البون وتحت منه ايه كومباكت مين كومباكت بون. وده برضو الجوب الكامل بالسنان. طبعا الكسبات هيتقول لك ان ده ايه ده رودنت او ده انيمال، ماشي، يعني ده المندبل بتاع الفار كله متشال والحتة اللي ورا اللي فيها الضروس واللي قدام فيها سنتين، تمام. ده الالفيلر ايه الالفيلر بون، واضح فيه البيردونت ليجامنت فايبرز. ده كومباكت بون، كومباكت بون مرسوم. طب اللي هنا دي اللي انا بشاور عليها دي اسمها ايه؟ اللي عليها البوينتر اللي بالايد ده انترستيشيال لاميلي، انترستيشيال لاميلي، تمام. يبقى ده هنا ايه ده الكومباكت بون هافيرجن كانال سيستم، دي هافيرجن كانال، والكانال اللي بالعرض اسمها بوكمانز ايه كانال، ودي الانترستيشيال لاميلي والخليه اوستيوسايت. ده كل اللي في البون. السهم بيشاور على ايه؟ على هافيرجن سيستم او هافيرجن كانال سيستم، تمام. دي هافيرجن كانال، ودي بوكمانز مين بوكمانز كانال، وانترستيشيال لاميلا ده ايه ده كومباكت بون. البون اللي موجود ده ايه كومباكت مين كومباكت بون، وده كومباكت بون، ودي بوكمانز كانال وفيرجن كانال، ودي اوستيوسايت. عشان نشوف لما قلنا الفرق بين الاوستيوسايت والسمنتوسايت، الاوستيوسايت اهي ومطلع منها البروسيس السيل بادي وطالع منها البروسيس في كل الاتجاهات عشان البون فاسكولار، انما البيرودونتال ليجامنت ايه فاسكولار، بس البروسيس متوجهه كلها في اتجاه واحد ناحيه الايه الليجامنت. وده ايه طبعا الكومباكت مين الكومباكت بون. واخر حاجه يبقى اللي السبونجي ايه السبونجي بون او اسمه الكانسيلاس ايه الكانسيلاس بون، وده البندل ايه البندل بون. والخطوط اللي هنا اللي في البون اسمها ريستنج لاينز، اسمها ريستنج لاينز. انا كنت كتبت لكم ثلاث انواع من ايه من اللاينز، تمام. دي اخر سلايد دي البالت الايه الباند البون كده البون كده تمام. طيب محدش يمشي، كده المراجعة تمام، أي مشكلة؟
أي مشكلة يا عم حمزة؟ يبقى احنا هنخاف لو امتحنا؟ لا، امتحنا حضوري ماشي، لو في شرايح وجبنا شرايح مش هنجيب حاجة اكتر من كده، بس تقول ايه؟ لازم نعترض، لازم نتكلم، لازم نلبخ، صح؟ تكتيك الامتحان ازاي؟ زي ما بنعمل لك كده يا عم. ايه يا عم منتظر؟ هنجيب مثلا الشريحة اللي هنقولها النهاردة السليفري جلاند، مثلا هقول لك الشريحة ايه اللي مكتوب هنا، او ايه يعني ده ايه البون ده، نوع البون ده ايه، او الدياجنوز بتاعها ايه، او لو قلت لك اسم حاجة واحدة يعني هنا ده سيروس دي مليون باش اقول لك عليها، او اقول نوع الجلاند دي ايه، دي ميكس جلاند. نجيب من الاول، ده الايه، السليفري جلاند، السليفري جلاند بانش اوف جرابس تشبه عنقود عنب، دي الاسيناي ودي السيروس اسيناي، تمام؟ السيروس اسيناي الخلية بيراميدال ان شيب النيوكليوس راوندد وناحية البيزل وحواليها مايو ايبيثيليال سيل، ودي الانتركاليتد داكت، اصغر ضغط اسمها انتركاليت الضغط، وفي حاجه اسمها ايه سيروس دي مليون. يعني ايه سيروس دي مليون؟ دي ميوكس اسيناي كابد، يعني متغطيه من جنب واحد بايه، بالسيروس دي مليون. قلنا دي مليون يعني زي نص القمر، انما في راجل شاف شبه الهلال فسماها باسمه بريزنت اوف جيجانزي او جيجانيزي، تمام؟ يبقى السليفري جلاند بتتكون من بارينكيمال اليمنت وكونكتيف تيشو ستروما. البارينكيمال اليمنت اللي هي ايه؟ كام خليه؟ سيروس اسيناي او ميوكس اسيناي او ميكسد اسيناي، والدكت سيستم اصغر ضغط اسمها انتركاليت الضغط، الضغط الاكبر اسمها استرايت الضغط، والضغط الكبيره اسمها ايه، الاكسكريتوري ضغط، تمام كده؟ يبقى انا عندي البارينكيمال اليمنت الكونكتيف تيشو ستروما، البارينكيمال اليمنت الخلايا ابيثيليال الكونكتيف تيشو ستروما، الكبسول اللي مغطياها ومقسماها باي بقى ايه، بكولاجين فايبرز، وجواها البلد فيزلز، ان البلد فيزلز الليمفاتكس والحاجات دي كلها موجوده في الايه، في البارينكيمال اليمنت، سوري، في الكونكتيف تيشو ستروما. البارينكيمال اليمنت اللي قلنا الاسيناي، يا اما السيروس يا اما ميوكس يا اما ميوكوسيروس، الضغط اصغر ضغط اسمها انتركاليت الضغط، والضغط الاكبر اسمها استرايت الضغط. الضغط الانتركاليت الضغط بتاخد الايه، السكريشن، بيعدي هنا اللي هي النقط الزرقاء اللي اسمها زايموجين جرانيولز، ودي اسمها ميوكس جرانيولز، يروح السكريشن او المايو ايبيثيليال سيل بتروح عصراها عامله كونتراكشن، وتروح مفضيه السكريشن جوه الايه، الضغط جوه الانتركاليت الضغط، ويوصل للضغط الاكبر اللي هي ايه، الاسترايت الضغط. الاسترايت الضغط قلنا وزن الليبيولز انترلوبيولار لوكيشن، انما الاكسكريتوري ضغط انترلوبيولار لوكيشن، وتيجي الاكسكريتوري ضغط واخدها من الاسترايت الضغط ومطلعاها على الاورال كافيتي، تضع الايه، على الاورال كافيتي، تمام؟ هنا دي ايه الضلمه، دي ميوكس سيروس اسيناي،
كبرت او شفت واحده من غير ما اكبر حاجه، دي واضحه، الدايره دي واضحه اهي. انما بلاقي في النيوكليوس راوندد وبيزل، النيوكليوس راوندد وبيزل، يبقى دي على طول سيروس اسيناي. الضغط اللي بشوفها الكبيره دي الاسترايت الضغط، ولو كبرت من عند البيزل اند لامعر اللي هي البيت استريشنز، تمام. يبقى انا عندي كل دي الاسهم دي كلها جايه على مين؟ على السيرس اسيناي، سيرس ايه؟ اسيناي. وفي ضغط صغيره اسمها انتركاليت الضغط بتشبه الاسيناي، بس الخلايا بتكون كيوبويد واليومن بيكون اكبر شويه. دي الاستريات الضغط اليومن بيكون اكبر، تمام. يبقى دي انا مش هجيب الكلام بالتفصيل غير ايه، اقول لك نوع الاسيناي دي ايه، دي سيرس اسيناي او دي سيرس جلاند، سيرس جلاند. ودي الايه الاستريات الضغط. دي ميوكس اسيناي ودي السيرس دي مليون، وهنا دي الايه دي السيرس اسيناي، دي ميوكس اسيناي ودي سيرس دي مليون. يبقى الجلاند دي سيرس ولا ميوكس ولا ميكسد جلاند؟ دي ميكسد سليفري جلاند. ميكسد مين؟ سليفري جلاند. دي الميوكس اسيناي ودي ميوكس اسيناي اللي عليها البوينتر، ومتغطيه من جنب واحد بايه؟ سيرس دي مليون. يعني ايه كلمه دي مليون؟ اللي شافها تحت الميكروسكوب فون ابنر فسماها دي مليون اوف فون ابنر، تمام. بدل ايه؟ السيرس دي مليون. الجلاند دي كلها ميوك ميكسد ايه؟ ميكسد سليفري جلاند، ميكسد سليفري جلاند. دي ميوكس اسيناي، الفتحه قوي دي ميوكس اسيناي، وبينها السيرس ايه؟ السيرس اسيناي. دي ميوكس سليفري جلاند، نكبر كده، دي ميوكس سليفري جلاند، والضغط دي انتركاليت الضغط. الجلاند دي ايه؟ او الاسيناي الفاتحة دي ميوكس اسيناي، الجلاند دي ميوكس سليفري جلاند، دي ميكس سليفري جلاند. اشوف هنا دي الايه الميوكس اسيناي، دي كلها ميوكس ايه؟ ميوكس اسيناي. ودي السيرس اسيناي، تمام. واضحة جدا السيرس دي مليون. يبقى دي ميوكس اسيناي، وفوق منها ايه اللي فوق دي؟ السيرس دي مليون. يبقى دي ميكسد سليفري جلاند، ميكسد سليفري جلاند، تمام. ديستريت الضغط اللي عليها البوينتر، ديستريت الضغط. والجلاند دي ايه؟ ميكسد سليفري جلاند. دي الاثنين، دي الميوكس، دي الميوكس، وفوق منها سيرس دي مليون، ودي ايه؟ سيرس اسيناي. والجلاند دي استريت الضغط، الضغط دي استريت ايه؟ ضغط. برضه ميكسد سليفري جلاند فيها الاثنين السيروس والميوكس اسيناي. دي الثلاثه جلاند، دي سيروس ودي ميوكس ودي ميكسد جلاند. الثلاث صور دول دي سيروس اسيناي ودي استريتد دكت، دي ميوكس اسيناي ودي استريتد دكت، ودي الميكسد سليفري جلاند فيها الاثنين، فيها الميوكس والسيرس ايه؟ اسيناي.
دي برضو ميكسد جلاند، بس هنا جايبين الدكتس التلاتة، ايه التلاتة دكتس. تمام. اصغر دكت اللي هي الانتركاليتد دكت، اصغر دكت الانتركاليتد دكت، الدكت الاكبر الاسترياتد دكت. انا عندي انتركاليتد واسترياتد والكبيره الاوي بالايه اكسكريتوري، مين اكسكريتوري دكت، اكسكريتوري دكت. ودي سيروس اسيناي اللي انا بشاور عليها، دي سيروس اسيناي فيها ميوكس فين، ودي الميوكس اسيناي الفاتحه، انما دي السيروس اسيناي. تمام. دي سيروس اسيناي اللي جنب دول سيروس اسيناي. يبقى انا هنا باين التلاته دكتس انتركاليتد سترياتد، والكبيرة دي ايه اكسكريتوري دكت. دي ايه سيروس ولا ميوكس؟ دي سيروس. سيروس شايفين الخلية مرسومة، خلية مرسومة رسمة ايد سبحان الله. ودي مليون بيكون غير نارو، دي مليون او نارو، دي مليون نارو اليومن، اليومن بيكون نارو. ودي الاسترياتد ايه استرياتد دكت. دي ميوكس اسيناي مع مين؟ مع السيروس اسيناي. يبقى دي ميكسد سليفري جلاند، ميكسد سليفري جلاند فيها سيروس وميوكس ايه وميوكس اسيناي. ودي فيها السيروس دي مليون، وده الميوكس ايه الميوكس سيلز. يبقى دي برضه ميكسد سليفري جلاند. ماشي. دي فيها الميوكس سيلز، ودي فوق منها الايه السيروس دي مليون. هنا دي الضغط اللي هي ايه انتركاليت الضغط، الضغط نوعها ايه لايند باي سيمبل كيوبيكال او كيوبويدال ايبيثيليوم. الخلايا بتكون كيوبيكال سيمبل يعني وان لير اوف كيوبيكال سيلز. دي الاسترياتد دكت سيمبل كولومنر ايبيثيليوم، يكون كولومنر وناحيه البيزل ميمبرين في بيزل استريشن، بيزل استريشن الايه الاسترياتد دكت. الاكسكيوتوري دكت ليها اتنين لايننج. الاكسكيوتوري دكت ليها اتنين لايننج. الطرف اللي ناحية الاسترياتد دكت لايند باي سودو ستراتيفايد كولومنر ايبيثيليوم. طب الطرف بتاعها اللي ناحية الاورال كافيتي لايند باي ستراتيفايد سكويماس ايبيثيليوم. يبقى الاكسكريتوري دكت ليها اتنين لايننج، وان اند ناحيه مين اللي متربع اللي متوصله بالاسترياتد دكت اللي هو ايه سودو ستراتيفايد كولومن او سودو ستراتيفايد كولومنر اي بي سي. تمام. الثانيه بتكون ايه الطرف الثاني اللي ناحيه الاورال كافيتي ستراتيفايد سكويماس اي بي سي. دي السيروس اسيناي، ودي الايه الاسترياتد دكت، ودي ميوكس سليفري جلاند، ميوكس سليفري جلاند واسترياتد دكت. تمام. واللي بعدها اللي كانت الايه السيروس اسيناي والدكت استرياتد دكت اللي تحت.
استرياتيد داكت اللي قلناها في الشريحة اللي فاتت دي ميكسد سليفري جلاند، واللي بنشاور عليه ده ايه؟ سيروس دي مليون والدكت دي استرياتيد داكت دي ميوكس اسيناي كاب دواي ايه سيروس دي مليون دي ميوكس اسيناي واللي تحت دي سيروس اسيناي تمام، وفي واحدة فيها سيروس دي مليون دي اللي فيها سيروس ايه السيروس دي مليون. السيرس ايه دي مليون او اسمه دي مليون اوفون ابنر مليون اوفون ابنر. اي سؤال؟ يبقى احنا كده خدنا السليفري جلاند وخدنا قبل كده السلايدز بتاعت الاورال ميكوزا. الاورال ميكوزا خلصنا العمل بتاعها السلايد بتاعتها. الاورال ميكوزا خدنا السلايد بتاعت الاورال ميكوزا ولا لا؟ طيب يبقى انتوا ليكوا ذمتي اربع حاجات، هما محاضرتين يعني في اربع ساعات انا اخد الساينس مع الاربشن والشيدنج مع التي ام جي. اقول لكم جود باي اند جود لك. تمام، يبقى انتوا لسه عند الماكسيلاري ساينس المره الجايه مع مين؟ مع الشيدنج مع الاربشن. الاربشن كبير شويه، انما ناخد الايه التي ام جي مع الشيكن مع الشيدنج ده في اربع ساعات. ده اللي لسه ايه فاضيين معايا، وطالما جيتوا يوم جمعه يبقى ممكن ناخدكم في اي يوم. خلاص تمام، وكل حاجه بنقولها يا مريم مهمه للي جاي، كل حاجه بنقولها هنا مهمه للي جاي. مش هشرح لك الكلام ده لا، هي لك حاجات كلام صغير على اساس ان انتوا اخدتوا الكلام ده قبل كده وعارفينه. يلا الامتحان يبقى سهل، حاجه بسيطه ان شاء الله. الامتحان المفروض زي ما بنمتحن في اي مكان، بتقعدوا في القاع او في مدرج او زي ما تقعدوا، حتى لو قعدتكم على الارض، بس الاصلاح بس اهم حاجه تكون الداتا شو شغاله. يعني اهم حاجه الداتا شو، الداتا شو شغاله نشغلها، نشوف اي قاعه فيها داتا شو شغال تمام، وحسب العدد اللي موجود ناخد العدد اللي موجود. انتوا 80 نقسمكم على كذا جروب وايه ونعمل كذا 10 سلايد ب 10 درجات، قسم 5 عملي 5 يومي و5 فصلي، قسم 5 يومي و5 ايه خمسة فصلي، درجات مضمونة وما تضيعش. تمام، عايزين أي حاجة مني؟ أي سؤال؟ أي سؤال؟ طيب نشوفكم على خير إن شاء الله، مع السلامة.